النهاردة هقول لكم على طريقة جديدة جدا في تحليل الشخصية. أنا بطلب منكم دلوقتي كلكم، كل واحد بيشوفني يقلع اللي في رجله، بس مش يرميه طبعا أكيد ولا يحذفه، لا يقلع اللي في رجله ويبص على شكل رجليه عاملة إيه. هقول لكم النهاردة تحليل الشخصية بناء على شكل أصابع القدم اللي عندك، وإذا أنت لقيت الشكل ده هقول لك الصفات الشخصية اللي بتدل عليك. وهنبتدي دلوقتي نعرف الاول ايه هي الاشكال المنتشره عموما لاصابع القدم اللي انتم شايفينها دلوقتي قدامكم. ديت هي دي منتشره في العالم كله حاليا. واول شكل قدامنا اللي انتم شايفينه هو اصابع القدم الرومانيه، يعني بيكون اصلك يرجع للرومان. ولو انت اصلك بيرجع للرومان لازم تعرف شخص محبوب واجتماعي، بتحب التجارب الجديده، وكمان بتنجح في معظم الاعمال اللي انت بتقوم بيها في حياتك. الشكل التاني اللي هنشوفه هي اصابع القدم اللي بيطلق عليها قدم الفلاحين، زي ما انتم شايفين كده، او القدم المربعه، بتبقى الاصابع كلها متساويه. والسمات الشخصيه لصاحب القدم دي بيكون هادي وبيفكر بعمق، وطبعا بنقول ان هم نادرين لان محدش دلوقتي بقى يفكر بعمق ولا بيفكر خالص اساسا. والشكل التالت اللي يطلع قدامكم دلوقتي مشكله، ان الصباع التاني بيكون اطول من كل اصابع القدم. بيتميز الشخص ده ان هو متحمس ومتفائل في معظم الاوقات، وبيحاول يعمل حاجات كتير جدا جدا، لكن مشكلته الوحيده اللي بتقابله في حياته ان طبعا ما بيلاقيش حذاء مناسب ليه، لان صبعه ده بيعمل له مشكله في اي حذاء بيلبسه. والشكل الرابع اللي هنشوفه دلوقتي اللي هي القدم المصريه الفراعنه يا جماعه، ودي بتتميز بايه؟ ان هم شجعان اذكياء لكن متهورين شوية، عندهم بعض التهور وبعض الحماسة اللي ممكن في أوقات كثيرة أعصابهم تفلت فيها وما يعرفوش يتحكموا في مشاعرهم ولا أعصابهم. كل أربع أنواع اللي مشهورين في الأقدام عموما. في نوع خامس بيبقى نوع فريد شوية، وهو النوع ده اللي أنت لو تقدر تتحكم في أصابع القدم بتاعتك يبقى أنت شخصية بتكره الروتين، بتكره الملل، اللي تحب دايما التجديد وتحب دايما التحدي، وإنك تكون إنسان متميز بتعمل حاجات جديدة.